بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الأول لثانوي لغات، معادنا اليوم في تكمل الدروس مادة الكيمستري. اليوم بإذن الله هنتكلم عن ذا نيوكلر ريديو أكتيفيتي. ذا نيوكلر ريديو أكتيفيتي باي ذا إند أوف ذا ليسون ستودنت شود بي إيبل تو، يعني المفروض في نهاية الليسون بتاعنا النهاردة أو في نهاية السيشن المفروض حضرتك إيه هي أهم البوينتس اللي تكون على دراية بيها أو على علم بيها. ذا فيرست بوينت إز differentiate between chemical and nuclear reaction. differentiate between chemical and nuclear reaction، نعرف ايه هو الديفرنس او ايه هو الفرق ما بين النيوكلر اند كيميكال رياكشن. نمبر 2 لرايز ذا ديفرنس تايب اوف راديشن، يعني نتعرف على ديفرنت تايب اوف راديشن الفا بيتا اند جاما. نمبر 3 ديفاين ذا هاف لايف تايم اوف ذا راديو اكتيف اليمنت، نتعرف على ايه هو المقصود بالهاف لايف تايم. وبعد كده نمبر 4 النقطة الأخيرة سولف ذا بروبلم أو نحل بروبلم على الهاف لايف تايم. نبدأ بالبوينت الأولى اللي هي وات از ذا ديفرنس بتوين كيميكال أند نيوكلير رياكشن. نيوكلير رياكشن رياكشن انكلود ا تشينج إن كومبوزيشن أوف ذا نيوكلس. نيوكلير رياكشن رياكشن انكلود ا تشينج إن ذا كومبوزيشن أوف ذا نيوكلس. نسأل سؤال، إيه هي الكومبوزيشن أوف ذا نيوكلس؟ اللي هي البروتونز والنيوترونز اللي بنسموهم مع بعض النيوكلونز. يبقى نيوكلاس كونتين نيوكلونز، ايه هي النيوكلونز؟ اللي هي البروتون والنيوترون. يبقى ذا رياكشن ويتش انكلود ا تشينج، لا اما انكريز او ديكريز او تغيير في النمبر اوف بروتون اور نمبر اوف نيوترون او تشينج في البوث نمبر اوف بروتون اند نيوترون، يبقى دي هنسميها نيوكلير رياكشن. يبقى النيوكلير رياكشن ده رياكشن انكلود ا تشينج، تغيير في النمبر اوف بروتون اند نمبر اوف نيوترون، واحد من الاثنين او الاثنين الموجودين فين انسايد ذا نيوكلس، يبقى ده هنسميه نيوكلير رياكشن. وهناخد اكزامبل عليها بقيه الشابتر. ذا سكند تايب اوف رياكشن كيميكال رياكشن، وده اللي احنا بقى طول عمرنا بندرسه سواء بقى في المرحله الثانويه دلوقتي او في المرحله الاعداديه. ايه هو الكيميكال رياكشن؟ ذا رياكشن doesn't include a change in the composition of the nucleus but occurs through the valence electron. يبقى مين المسؤول عن الكيميكال رياكشن؟ هي الالكترونز، الالكترونز وبالتحديد الفالنس الكترون. ايه هي الفالنس الكترون؟ ذا الكترون ان ذا اوتر موست انرجي ليفل، الالكترون في الاوتر موست انرجي ليفل، في اخر انرجي ليفل بنسميها الفالنس الكترون، ودي هي المسؤوله عن الكيميكال رياكشن. سواء الاتوم في اتوم لوز الكترون، اتوم جين الكترون، يبقى الالكترون هي المسؤوله عن الكيميكال رياكشن، لكن البروتون والنيوترون هي المسؤوله عن النيوكلير رياكشن. يبقى النيوكلير رياكشن احنا بنتكلم عن النيوكلس، يعني بنتكلم عن البروتون والنيوترون، لكن الكيميكال رياكشن احنا بنتكلم عن الالكترون وبالتحديد الالكترون ان ذا اوتر موست انرجي ليفل اللي بنسميها ذا فالنس الكترون. يبقى الفرق الواضح هنا، الكيميكال رياكشن احنا هنا بنتكلم عن الالكترون، الالكترون هي اللي بترانسفير ممكن من اليمنت لاليمنت تاني او ممكن تتغير، لكن هنا اللي بيحصل تغيير او تشينج في الكومبوزيشن اوف ذا نيوكلس اللي هي البروتون والايه والنيوترون. طيب ناخد ذا تايب اوف نيوكلير رياكشن، والتايتل ده اللي هو تايب اوف نيوكلير رياكشن ده مش هيكون عنوان درسنا النهارده بس، ده عنوان السيشن بتاع النهارده او حصه النهارده والحصه الجايه اللي هتكون ان شاء الله هي الاخيره في الترم الثاني. يبقى نيوكلير رياكشن هناخدها على مدار تو سيشن او حصتين. النهارده هنتكلم عن ذا فيرست تايب اللي هو ناتشورال ترانسفورميشن. يبقى فيرست تايب اوف نيوكلير رياكشن بنسميه ناتشورال ترانسفورميشن، او له نيم تاني بنسميه ذا ناتشورال ريديو اكتيفيتي. ومن اسمه واضح كده ناتشورال، ناتشورال يعني شيء بيحصل ناتشورال، ناتشورال يعني انا كهيومن او كانسان ما بتدخلش في موضوع الناتشورال ترانسفورميشن ده بيحصل سبونتينوسلي، يعني بيحصل لوحده تلقائي، انا ما بتدخلش فيه. وده اللي هنتكلم عليه النهارده اللي هو فيرست تايب اوف نيوكلير رياكشن اللي هو ذا ناتشورال ترانسفورميشن. يبقى الناتشورال ترانسفورميشن او بنسميه ناتشورال ريديو اكتيفيتي ده ذا فيرست تايب اوف نيوكلير رياكشن. يبقى النيوكلير رياكشن في عندي فور تايبس. ذا فيرست تايب از ناتشورال ترانسفورميشن او ناتشورال راديو اكتيفيتي، وده هنتكلم عليه النهارده. في عندنا ذا سكند تايب هنسميه ذا نيوكلير ترانسفورميشن، نيوكلير ترانسفورميشن او هنسميه ذا اليمنتال ترانسموتيشن، وده هنتكلم عليه ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي، اللي هنسميه نيوكلير ترانسفورميشن او نسميه اليمنتال ترانسموتيشن
وده هنتكلم عليه مش النهارده، الاسبوع الجاي باذن الله. في عندنا ذا سيرد تايب هنسميه نيوكلير فيشن رياكشن، وذا فورس تايب هنسميه نيوكلير فيوجن رياكشن. يبقى انا في عندي كام تايب اوف نيوكلير رياكشن؟ فور تايبس: ناتشورال ترانسفورميشن، وده هنتكلم عنه النهارده، والليسون اللي جاي او السيشن اللي جاي هنتكلم عن النيوكلير ترانسفورميشن والنيوكلير فيشن رياكشن والنيوكلير فيوجن رياكشن. طيب نبدا نتكلم عن ذا فيرست تايب اوف نيوكلير رياكشن اللي هو ناتشورال ترانسفورميشن. عاوزين نعمل يعني ناخد كده باك جراوند بسيط عن امتى او ازاي ان احنا عملنا او ديسكفر الراديو اكتيفيتي. فبنسال سؤال: هو ديسكفر راديو اكتيفيتي؟ هو ديسكفر ذا راديو اكتيفيتي؟ ان في عندي اليمنت راديو اكتيف. راديو اكتيف يعني اميت راديشن او بتطلع راديشن. مين ذا ساينتست؟ هنسميه هنري او اسمه هنري بيكوريل. يبقى هنري بيكوريل ذا فيرست ساينتست ديسكفر راديو اكتيفيتي. يبقى هنري بيكوريل ديسكفرد ا كايند اوف انفيزيبل راديشن. يبقى الراديشن ده انفيزيبل ما بقدرش اشوفه. هو ديسكفر انفيزيبل راديشن بريديوسد فروم وان اوف يورانيوم سولتس. واحد من اليورانيوم سولت بيطلع انفيزيبل راديشن او انفيزيبل ريز. مين اللي ديسكفر القصه دي؟ ساينتست اسمه ايه يا شباب؟ هنري بيكوريل. يبقى هنري بيكوريل ذا فيرست ساينتست ديسكفر radiation او discover radioactivity of some elements. طيب في عندنا ساينتست تاني اللي هي ماري كوري، ودي كولد او نيمد ذا فينومينا باي radioactivity. يعني هي مجرد سمت الراديشن دوت او الفينومينا دي بالradioactivity. يبقى انا في عندي تو ساينتست اخلي بالي منهم. ذا فيرست ساينتست از هنري بيكوريل، ذا سكند ماري كوري. وقلنا هنري بيكوريل ديسكفر الراديو اكتيفيتي، لكن الماري كوري هي اللي ايه نيمد ذا فينومينا باي راديو اكتيفيتي، هي اللي سميتها بالايه بالراديو اكتيفيتي. طيب بعد ما اخذنا الانترودكشن البسيطه دي عن الراديو اكتيفيتي، تعالوا بقى نتكلم عن ذا فيرست تايب اوف راديو اكتيفيتي اللي هي ناتشورال ترانسفورميشن. There are three different types of natural radiation. يبقى there are three different types of natural radiation. يبقى في عندي three types of natural radiation. The first type هنتكلم عليها اللي هي الالفا radiation او ممكن نسميها الالفا بارتكل. وذا سكند تايب هنسميه بيتا radiation او بيتا بارتكل. نمبر 3 جاما ريز اللي هي دي عباره عن electromagnetic waves. يبقى تاني، يبقى احنا عندنا 3 تايب اوف ناتشورال راديو اكتيفيتي. في عندنا الفا راديشن، وفي عندنا بيتا راديشن، وفي عندنا جاما راديشن او جاما ريز. طيب ناخد بقى كل تايب او اتش اوف ذيس 3 تايبس ونتكلم عليها بالتفصيل. نبدا بمين؟ بالالفا راديشن. دي عباره عن ايه؟ عاوزين نعرف ايه هي النيتشر بتاعتها، ايه هي طبيعتها، ايه هي الماس، ايه هي التشارج. كل ده هنعرفه من خلال الانفورميشن او الجيفن الموجود عن الالفا راديشن. النيتشر الاول عاوزين نعرف يعني ايه الفا، الالفا دي بتتكون من ايه. الالفا راديشن بيقول هي عباره عن ذا نيوكلس اوف هيليوم. وخلي بالي من كلمه نيوكلس اوف هيليوم، يعني هي مش الهيليوم، لان الهيليوم ده بيكون الهيليوم اللي هو اتش اي 24 عنده 2 بروتون وعنده 4 ماينس 2 يعني 2 نيوترون. يبقى هو عنده 2 بروتون وعنده 2 نيوترون، وخارج او اوتسايد ذا نيوكلس في عندي 2 الكترون، ده الهيليوم. لكن النيوكلس اوف هيليوم ما فيهاش الكترون، يبقى هي النيوكلس اوف هيليوم. يبقى انا غلط ان انا اقول ان الالفا هي الهيليوم اتوم مثلا، لا، الالفا ذا نيوكلس اوف هيليوم، هي النيوكلس اوف هيليوم يعني كومبوزد اوف 2 نيوترون اند 2 بروتون. يبقى الالفا هي عباره عن ذا نيوكلس اوف هيليوم كومبوزد اوف 2 بروتون اند 2 نيوترون. يبقى هي عباره عن 2 بروتون اند 2 نيوترون. طيب ممكن اقول بدل ما اقول 2 بروتون و2 نيوترون اقول 4 نيوكلون، لان احنا عارفين ان كلمه نيوكلون معناها بروتون بلس نيوترون. يبقى الالفا هي عباره عن ذا نيوكلس اوف هيليوم كومبوزد اوف 2 بروتون اند 2 نيوترون، او ممكن اقول ان هي بتتكون من 4 نيوترون، 4 نيوكلون. يبقى كلمه نيوكلون معناها بروتون بلس نيوترون. طيب السيمبل بتاعها انا لسه كاتبها دلوقتي عباره عن اتش اي 42 اللي هو الهيليوم، نيوكلس اوف هيليوم اتش اي 24. طب الماس احنا عارفين يا شباب ان هي بتتكون من 4 نيوكلون، وان الماس بتاع البروتون
almost equal the mass of neutron، يعني تقريبا الماس بتاع البروتون تقريبا هي الماس بتاع النيوترون، في فرق بسيط. اذا ممكن اقول هي بتتكون من 4 نيوكلون، اذا الماس بتاعه الالفا هي 4 تايم ذا ماس اوف بروتون، او ممكن اقول برضو 4 تايم ذا ماس اوف نيوترون لان الاثنين تقريبا زي بعض. يبقى الماس بتاعه الالفا هل هي لها ماس؟ ايوه لها ماس. طب الماس بتاعتها ايكوال كام؟ ايكوال 4 تايم ذا ماس اوف بروتون. يبقى ليه؟ لان هي كومبوزد اوف 4 نيوكلون، ويبقى هي عباره عن الماس عباره عن 4 تايم الماس بتاعه الايه؟ البروتون. طيب اللي تشارج هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هي بتتكون من 2 بروتون، واحنا عارفين ان البروتون هاز بوزيتيف تشارج، لكن النيوترون ده نيوترال، يعني لا هو بوزيتيف ولا هو ايه نيجاتيف. اذا اللي تشارج ذا توتال تشارج اوف ذا الفا بارتكل هتكون بالبوزيتيف، لان انا عندي 2 من البوزيتيف وعندي 2 من النيوترون اللي هي لا هي بوزيتيف ولا هي نيجاتيف نيوترال. يبقى ذا توتال تشارج اوف الفا از بوزيتيف تشارج. طيب ability to penetrate، تاني ability to penetrate دي نقطة بقى مهمة. ability to penetrate يعني أنا الألفا ريز دي لو أنا عندي راديو أكتيف إليمنت بيطلع منها راديشن، الراديشن ده عبارة عن ألفا. طب لو أنا حطيت مثلا في الطريق بتاعها بيبر ورقة، هل هي كان بنتريت ذا بيبر؟ تقدر تعدي من الورقة دي ولا لأ؟ لا، قال لي إن هي الability to penetrate weak، ما تقدرش إن هي تعمل بنتريت أو تخترق إيه؟ حاجة بسيطة زي بيبر أو ورقة بسيطة. يبقى الابيليتي تو بنتريت ويك، الكلام ده خاص بمين؟ خاص بالالفا اللي احنا هنغيره في سكند تايب للبيتا والجاما. يبقى الالفا الابيليتي تو بنتريت ويك. طيب في انفرس ريليشن ما بين الابيليتي تو بنتريت وما بين الابيليتي تو ايونايز ذا ميديوم، يعني ايه؟ كل ما كانت الابيليتي تو بنتريت هاي او عاليه، كل ما كانت الابيليتي تو ايونايز ذا ميديوم ويك. الاول نقف عند كلمه يعني ايه ايونايز ذا ميديوم، يعني ان هي تشينج ذا ميديوم انتو ايونز، يعني تحول الميديوم ده لايونز. ايونز يعني هاز تشارج بوزيتيف او نيجاتيف. يبقى الالفا دي لو هي بنتريت او اتبادز مثلا اخترقت الجسم بتاعنا، تقوم تعمل ايه؟ تعمل ايونايزيشن للاتومز او الكومباوندز اللي موجوده في جسمنا، البروتين والكربوهيدرات وكل جسمنا الموجود ده، او كل الكومبوننت اللي موجوده في جسمنا الابيليتي تو ايونايز انها تحولها لايونز، وطبعا دي اللي هتسبب مشاكل كبيره. يبقى بنقول ابيليتي تو ايونايز ذا ميديوم عكس الايه؟ عكس الابيليتي تو بنتريت. الابيليتي تو بنتريت ويك، يبقى الابيليتي تو ايونايز ذا ميديوم قال فيري هاي. يبقى تاني، يبقى الابيليتي تو بنتريت ويك لكن الابيليتي تو ايونايز ذا ميديوم فيري هاي. طيب السؤال اللي بعد كده، يا ترى هل هي افكتد باي الكتريك اند ماجنتيك فيلد؟ هل هي تتاثر بالالكتريك وبالماجنتيك فيلد ولا لا؟ هي طالما لها تشارج والتشارج بتاعتها بالبوزيتيف، اذا هي افكتد باي ماجنتيك اند الكتريك فيلد. يعني انا لو انا عندي تو بولز كده، ده مثلا بوزيتيف بول وده النيجاتيف بول بالشكل ده، ده الكتريك فيلد، وعندي الالفا هتمر هنا كده، ده الالفا بارتكل. هل هي ديفييت؟ هل هيحصل لها ديفييشن او هتنحرف ناحيه البوزيتيف او النيجاتيف ولا هتمر زي ما هي؟ لا، هيحصل لها ديفييشن. طب هيحصل لها ديفييشن ناحيه ايه؟ طب الالفا دي بالبوزيتيف، يبقى هيحصل لها ديفييت ناحيه مين؟ ناحيه النيجاتيف، يبقى هيحصل لها ديفييت بالشكل ده. طيب السؤال اللي بعد كده، هل الديفييشن بتاعها هيكون هاي يعني بدرجه كبيره؟ هتكون الانجل ده كبيره ولا هتكون الانجل قليله او صغيره؟ هل الديفييشن ده الانجل بتاعته كبيره ولا صغيره قليله يعني؟ لا، هنا الديفييشن بتاع الالفا بتكون قليله. يبقى انا هنعرفها كمعلومه، يبقى افكتد باي الكتريك اند ماجنتيك فيلد. ايوه افكتد باي الكتريك اند ماجنتيك فيلد. طب يا ترى الديفييشن بيكون توارد النيجاتيف ولا البوزيتيف؟ هيكون توارد الايه؟ النيجاتيف. ليه راح ناحيه النيجاتيف؟ لان ايه؟ لان التشارج بتاعها هو عباره عن الايه؟ البوزيتيف. يبقى البوزيتيف هيحصل له ديفييشن ناحيه مين؟ ناحيه النيجاتيف. بس خلي بالي بقى من نقطه مهمه، هو ايه؟ ان هي بيقول لي سمول ديفييشن، يعني الديفييشن الانحراف بتاعها هي ماشيه كده ما بيحصلهاش كده، لا هي بتبقى بالطريقه دي كده، والديفييشن بتاعها بيكون الانجل بتاعته اقل شويه، اقل شويه من دي، ما تبقاش الانجل كبيره كده، لا تبقى الانجل اقل، تبقى انجل صغير. يبقى الديفييشن بيبقى سمول. طب افكت اوف ماجنتيك فيلد نفس الكلام، ان هي بيأفكتد باي ماجنتيك فيلد، والافكت بتاعها بيكون برضو سمول ديفييشن. يبقى تاني
الالفا بارتكل النيتشر بتاعها هي عباره عن نيوكلاس اوف هيليوم بتكون من 2 بروتون اند 2 نيوترون. السيمبل عباره عن اتش اي 24، يبقى انا لما يقابلني في ايكويشن اتش اي 24 او 42 ده اعرف ان ده سيمبل بتاع مين؟ بتاع الالفا. طب يا ترى الماس هل لها ماس؟ ايوه. طب الماس بتاعتها ايكوال 4 تايمز ذا ماس اوف بروتون. التشارج هل ليها تشارج؟ ايوه. طب التشارج بتاعتها ايه؟ اكيد بالبوزيتيف لانها عباره عن 2 بروتون و2 نيوترون. طيب الابيليتي تو بنتريت ذا ميديوم او بنتريت هي ويك، يبقى الابيليتي تو ايونايز فيري هاي. طب هل هي افكتد باي الكتريك اند ماجنتيك فيلد؟ ايوه. طب يا ترى هي اللي هي افكتد بدرجه كبيره ولا درجه قليله؟ لا، بسمول ديفيشن او الانحراف بتاعها بيكون ايه ديفيشن بتاعه ايه قليل. طيب تعالوا برضو نفس اللي المعلومات اللي خدناها عن الالفا عاوزين نراجعها بالنسبه للبيتا. النيتشر اوف بيتا، البيتا دي عباره عن ايه؟ قال لي هي عباره عن نيجاتيف الكترون، او عشان كده بنسميها البيتا دي بنيوكلاس الكترون، هي الالكترون بتاع النيوكلاس. ليه احنا بنسمي البيتا هي النيوكلاس اوف او الكترون نيوكلاس؟ بيكوز ات هاز ذا سيم تشارج اوف الكترون، اللي هي النيجاتيف تشارج، لها نفس الشارج بتاع الالكترون ولها نفس الماس بتاع الالكترون، اللي هي الماس قليله جدا. الماس بتاع الالكترون دي قليله جدا جدا جدا، احنا قلنا ان الماس بتاع ال1 بروتون ايكوال الماس بتاع 1800 الكترون. يبقى الماس بتاع البيتا فيري سمول، قليله جدا، كان بينجليجابل زي ما قلنا قبل كده. طيب يبقى هي لها نفس التشارج بتاع الالكترون بالنيجاتيف، لها نفس الماس بتاع الالكترون، عشان كده بنسميها ايه بقى؟ بنسميها ذا نيوكلاس الكترون. يبقى البيتا هي النيوكلاس الكترون، لها نفس البروبرتيز بتاع الالكترون لكن انسايد ذا ايه؟ ذا نيوكلاس. يبقى النيشر بتاعتها هي عباره عن ايه؟ نيوكلاس الكترون. طب السيمبل بقى عاوزين نعرف السيمبل، هو عباره عن ايه؟ نيجاتيف 1. طب ليه كتبتها نيجاتيف 1؟ لان التشارج بتاعتها نيجاتيف 1. طيب ليه كتبت الماس بزيرو؟ لان قلنا ان الماس فيري سمول، كان بين نيجليجابل، يعني ممكن اتغاضى عنها خالص واعتبر ان الماس عندي بكام؟ بزيرو. يبقى لما يقابلني نيوكلير رياكشن في سيمبل اي نيجاتيف 1 0، ده اعرف ان ده سيمبل بتاع مين؟ بتاع البيتا. طيب الماس يا ترى لها ماس؟ احنا لسه قايلين الماس بزيرو تقريبا، لان هي الماس بتاع الالكترون والماس بتاع الالكترون تقريبا قليله جدا، اذا ممكن اعتبر الماس بتاعتها زيرو، او هي بالظبط عباره عن 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 1800 اوف ذا ماس اوف ذا بروتون. تخيلوا بقى كام؟ 1 اوفر كام؟ 1800، يعني الماس بتاع ال1 بروتون ايكوال الماس بتاع 1800 من الماس بتاع الالكترون او الماس بتاع البيتا، لان اتفقنا هي البيتا والالكترون لهم نفس الماس. طيب اللي تشارج، احنا قلنا هناك الالفا بالبوزيتيف هاز بوزيتيف تشارج لانها 2 بروتون و2 نيوترون. طب اللي تشارج بتاع البيتا طبعا اكيد بالنيجاتيف، احنا قلنا زيها زي الالكترون. طب ability to penetrate، الability to penetrate هي ميديوم ما بين الالفا اللي احنا لسه متكلمين عليها وما بين الجاما اللي احنا لسه نتكلم عنها، او هناك كنا قلنا ان الability to penetrate very high، هنا ممكن نقول هاي او ميديوم. ability to penetrate ميديوم، ميديوم بين مين ومين؟ بين الالفا اللي اتكلمنا عنها وما بين الجاما اللي لسه هنتكلم عنها. يبقى الability to penetrate ميديوم يعني ايه؟ يعني انا لو حطيت قدامها زي الاكزامبل اللي قلنا عليه البيبر، دي بيبر اهيت، الالفا كان اسف البيتا، هنتكلم عن البيتا، كان بينتريت ذا بيبر، ممكن تعدي من البيبر. طب لو فيها مثلا انسان مثلا بني ادم او اي او انسان هو واقف اهو، هل هي كان بينتريت البادز بتاع جسم الانسان؟ قال لك لا. يبقى البنتريت ما تقدرش تعمل بنتريت للبادز بتاع الهيومن مثلا بادي، لكن كان بنتريت البيبر. يبقى الابيليتي تو بنتريت ميديوم. طب ليه قلنا عليها ميديوم؟ لان هي برضو اقل من اللي جاي بعد كده اللي هو الجاما. يبقى الابيليتي تو بنتريت هي ميديوم بالنسبه لمين؟ للجاما اللي هنتكلم عنها وما بين الالفا اللي اتكلمنا عنها، هي اعلى من الالفا لكن للزان الايه؟ الجاما. طيب ability to ionize the medium، احنا قلنا الاثنين عكس بعض، ده medium يبقى ده هيبقى medium زيه، او هناك كنا كاتبين very high يبقى هنا ممكن نكتب high بس، وممكن نكتبها medium برضو على فكره تبقى صح. هي medium بس medium بين مين ومين؟ بين الالفا، هي higher than او للزان الالفا، لكن ionize the medium medium هتبقى اقل من مين يا شباب؟ او اعلى من الالفا واقل من الايه؟ من الجاما. طيب effect of electric and magnetic field، هل هي افكتد؟ هل هي ليها تشارج؟ اولا ايوه ليها تشارج، طالما ليها تشارج يبقى افكتد باي الكتريك اند ماجنتيك فيلد. طب يا ترى الديفيشن هيكون زيه زي البيتا؟
اللي احنا لسه متكلمين عليها، ولا اكبر ولا اقل؟ لا، هتكون اعلى. يبقى الديفيشن هاي ديفيشن، يبقى الديفيشن او ديفييتد توورد ذا بوزيتيف بول. ليه ناحيه هنا البوزيتيف؟ لان هي هاز نيجاتيف تشارج، يبقى البيتا هاز نيجاتيف تشارج، يبقى الديفيشن بتاعها يكون تو ذا بوزيتيف بول. طيب الديفيشن بقى هل هو سمول ديفيشن؟ لا، قال سيجنيفيكانت ديفيشن، يعني ملحوظ او بدرجه كبيره. طيب افكتد باي ماجنتيك فيلد، زي الالكتريك فيلد بالظبط، افكتد وديفيشن ده برضو الدرجه بتاعته كبيره. وبالتالي نقدر نقول تاني النيتشر اوف بيتا هي عباره عن نيوكلاس اوف الكتر او نيوكلاس الكترون، لها نفس التشارج نفس الماس بتاع الالكترون، السيمبل بتاعها عباره عن اي نيجاتيف 1 0، الماس عباره عن 1 اوفر 1800 من الماس بتاع البروتون، التشارج بتاعتها نيجاتيف، الابيليتي تو بنتريت ميديوم، الابيليتي تو ايونايز ميديوم او ايونايز ميديوم، او ممكن نقول ان هي هاي. والافكت اوف الكتريك فيلد اند ماجنتيك فيلد بتتاثر بالالكتريك اند ماجنتيك ايه فيلد، وبتحصل على عمليه ديفيشن ناحيه الايه البوزيتيف، والديفيشن ده بيكون بدرجه اعلى من مين؟ اعلى من الايه؟ من الالفا. طيب ناخد بقى ذا ثيرد تايب اوف راديشن اللي هو الجاما ريز. الجاما ريز نعرف برضو السيمبل بتاعها اللي هو الليتر بتاع الجاما دوت، النيتشر الطبيعه بتاعتها. الجاما دي عباره عن ايه؟ قال هي عباره عن الكتروماجنتيك ويفز او بنسميها فوتونز. يبقى الجاما الكتروماجنتيك ويفز معنى كده ان ملهاش ماس ولا لها تشارج، هي مجرد الكتروماجنتيك ويفز. يبقى الكتروماجنتيك ويفز موف ويز سبيد اوف لايت، نفس السبيد بتاع اللايت اللي احنا خدناه قبل كده اللي هي 3 تايم 10 باور كام باور 8. يبقى هي الكتروماجنتيك ويفز زيها زي اللايت ويفز، زي الضوء العادي بتاعنا، زي المايكروويف، زي اليو في، زي الاي ار، كل دولت كل الريز دي عباره عن الكتروماجنتيك ويفز. يبقى الجاما ريز هي عباره عن الكتروماجنتيك ويفز او فوتونز موف ويز سبيد اوف لايت هاز شورت ويف لينز. خلي بالكوا بقى في النقطه دي، شورت ويف لينز هاي فريكوانسي اند هاي انرجي. الالكتروماجنتيك ويفز الانرجي دايركت بروبورشنال ويز فريكوانسي، يبقى as the frequency increase the energy of electromagnetic waves increase. واكيد خدتوا الكلام ده في الفيزيكس، لكن inverse relation مع مين؟ مع الويفلينس. طب الجاما ريز شورت ويفلينس، يبقى العكس على طول، الفريكوانسي هاي فريكوانسي هاي انرجي. يبقى الجاما ريز هاز شورت ويفلينس هاي فريكوانسي هاي انرجي. طيب ذا سيمبل، سيمبل عباره عن ايه؟ بنكتبه اللي هو الليتر اللي هو ايه حرف اللاتيني دوت اللي هو الجاما ريز. طيب الماس بتاعت، هل لها ماس؟ لا، احنا اتفقنا هي ويفز، يبقى الماس هاز نو ماس او نو ماس، اللي تشارج هاز نو تشارج ملهاش تشارج. ذا ابيليتي تو بنتريت، احنا خدناها كده ترتيب، قلنا الالفا الابيليتي تو بنتريت ويك، البيتا قلنا ان هي ميديوم، لا هنا الابيليتي تو بنتريت فيري باورفول. يعني انا قلنا الاكزامبل بتاعنا لو عندي بيبر، يبقى بالنسبه للجاما ريز كان بنتريت البيبر. طب لو فيها هيومن بقى واقف قدامها كده كان بنتريت ذا هيومن بادي. طب لو عندي كونكريت بقى مسلح بقى، قال لي لا ده بقى ما تقدرش تعمل له بنتريت. يبقى هي كده البنتريت بتاعها او ذا ابيليتي تو بنتريت فيري باورفول، هي هاير ذان الايه البيتا، هاير ذان الايه الالفا. اقلهم مين الابيليتي تو بنتريت؟ الالفا. اعلى منها شويه مين؟ البيتا. وذا هايست ابيليتي تو بنتريت اللي هي مين؟ الجاما. طيب الابيليتي تو ايونايز ذا ميديوم، يبقى على طول انفيرس ريليشن ما بين البنتريت والايونايز ذا ميديوم، يبقى هيكون ايه؟ لو او ويك. طب هل هي افكتد باي الكتريك اند ماجنتيك فيلد؟ ابص على طول على التشارج، لو لها تشارج يبقى افكتد باي الكتريك اند ماجنتيك فيلد، لكن هاز نو تشارج يبقى ايه؟ يبقى doesn't affected او not affected by electric و not affected by ايه؟ by magnetic field. يبقى احنا كده اتكلمنا بسرعه على 3 تايب اوف natural radio activity او natural radiation، عن الالفا والبيتا والجاما، وعرفنا الفرق او ايه طبيعه النشر بتاع كل واحد فيهم، وايه هو التشارج بتاع كل واحده والماس وهكذا. طيب تعالوا بقى نلخص اللي قلناه ده في بعض النقط البسيطه. عاملين هنا comparison between different type of radiation according to the ability to penetrate. يا ترى احنا اتفقنا مين اللي has low ability to penetrate؟ اقل ability to penetrate لمين؟ للالفا. يبقى الالفا دي has low ability to penetrate لدرجه ان هي كانت بنتريت بيبر ورقه
كانت بنتريت ذا بيبر. طيب بالنسبه للبيتا بنتريت ذا ايه؟ ذا بيبر بط كانت بنتريت ذا هيومن بادي او ايد المرسومه قدامي دي ما تقدرش. يبقى البنتريت بتاع مين؟ بتاع البيتا هاير ذان ذات اوف ايه؟ اوف البيتا هاير ذان الفا. طب نبص بقى كده على الجاما، الجاما هاير ذان الايه؟ البيتا. كان بنتريت البيبر، كان بنتريت هيومن بادي، بط كانت بنتريت الكونكريت. بس نلاحظ برضو ان هو يعني دخل شويه في الايه؟ كونكريت، لكن انا لو عندي ده السيكنس بتاعها كبير ما تقدرش ايه بنتريت الكونكريت. يبقى احنا دلوقتي الابيليتي تو بنتريت الفيجر ده لو انا فاكره في دماغي خلاص، خلاص انا قدرت ان انا اعمل كومباريزون بتوين الفا وبيتا وجاما اكوردنج تو ابيليتي تو بنتريت. الفا زين اعلى منها شويه هاير البيتا هاير زين الفا، ثم الجاما هاير زين ايه؟ زين بيتا. طيب نفس الكلام بقى نعمله بالنسبه ل الديفيشن ان الكتريك اند ماجنتيك فيلد. لاحظ بقى الفيجر ده موريني ايه؟ موريني الجاما يبقى دونت او دازنت افكتد باي الكتريك فيلد. يبقى هي ادي الالكتريك ده البوزيتيف وده الايه وده النيجاتيف. الجاما اللي هي باللون الجرين دوت اللي يبقى هي باصيت وزاوت تشينج او زاوت ديفيشن مرت زي ما هي ما يحصلهاش ديفيشن، يبقى دي الجاما. طب بالنسبه بقى للبيتا والالفا يحصل لها ديفيشن. الفرق ما بين الديفيشن بتاع البيتا والالفا في تو بوينت، في نقطتين. ذا فيرست بوينت اول نقطه ذا دايركشن الاتجاه. البيتا احنا عارفين ان هي هاز نيجاتيف تشارج، يبقى الديفيشن بتاعها هيروح ناحيه البوزيتيف. طب الالفا هاز بوزيتيف تشارج، يبقى الديفيشن بتاعها هيكون ناحيه مين؟ ناحيه النيجاتيف. يبقى تاني الالفا بوزيتيف يبقى الديفييت توورد زي ذا نيجاتيف بول. البيتا نيجاتيف يبقى ديفييت توورد زي ايه؟ ذا بوزيتيف. نقطه تانيه الديفيشن في حاله البيتا، البيتا دوت بيكون هاير ذان الديفيشن في حاله مين؟ في حاله الالفا. الديفيشن في حاله البيتا بيكون هاير ذان ذات ان ذات اوف ايه اوف الفا. خلي بالي من النقطه دي. طيب تعالوا بقى ايه، يبقى البيتا جريد ديفيشن تو ذا بوزيتيف بول، تمام ليه ناحيه البوزيتيف؟ لان هي هاز نيجاتيف تشارج. الجاما دونت افكتد مش هتتاثر، والالفا سمول ديفيشن تو ذا نيجاتيف بول هيحصل لها ديفيشن الديجري بتاعته سمول او قليله تو ذا نيجاتيف اي بول ناحيه النيجاتيف، لان هي هاز اي بوزيتيف اي بوزيتيف تشارج. طيب تعالوا نشوف ذا افكت اوف راديشن اوف الفا بيتا جاما اون ذا اتوميك نمبر اند الماس نمبر. ده بقى مهم جدا جدا جدا. يا ترى الراديو اكتيف اليمنت لما بيعمل ايميشن لالفا وبيتا وجاما نيو اليمنت از فورمد بيتكون اليمنت جديد، يا ترى الاليمنت ذا نيو اليمنت ده اللي اتكون الاتوميك نمبر بالنسبه للاتوميك نمبر للبيرنت اتوم للاتوم اللي انا بادئ بيها هل هيكون هاير ذان ولا ليس ذان ولا ايه؟ تعالوا ما ناخد بقى مع بعض الثلاث حالات. الحاله الاولى اللي هي مين؟ الالفا، ثم ناخد البيتا، ثم ناخد الجاما. نمبر 1 بيقول emission of alpha particle اللي هي HE42 from nucleus of radioactive element اللي هيحصل new element is formed. new element is formed يبقى لو حصل emission لالفا new element is formed هيكون element جديد has atomic number less than the original element او ممكن نسميه the parent element by كام؟ by 2. يبقى النيو اليمنت الاتوميك نمبر بتاعه للزان ذا بيرنت اليمنت باي كام؟ باي 2. وايل ذا ماس نمبر للزان باي كام؟ باي 4. طب ناخد اكزامبل كده عشان نفهم الموضوع ده ماشي ازاي. او اكزامبل بيقول اهوت، ادي عندي مثلا يورانيوم 238 92، ده طبعا الماس نمبر اللي هو الاي، وده الاتوميك نمبر اللي هو الزد. طيب عشان يطلع راديشن ل 1 الفا هيكون اليمنت جديد، الاليمنت الجديد دوت عاوزين نعرفه وليكن مثلا اكس، عاوزين نعرف الزد بتاعته بكام اللي هو الاتوميك نمبر، والماس نمبر ليه بكام. يبقى احنا عندنا في النيوكلير رياكشن يا شباب لازم يكون بالانس. يعني ايه يكون بالانس؟ يعني يكون النمبر اوف بروتون دوت بلس النمبر اوف بروتون اللي هيكون هنا اللي هو الزد لازم يكون ايكوال كام؟ 92. والنمبر اوف نيوكلون اللي هو 4 بلس النمبر اوف نيوكلو للاليمنت اللي هيتكون اللي هو ايه لازم بالضروره ايكوال كام؟ 238. وبالتالي انا اقدر احسب الزد واقدر احسب الايه.
يبقى الزد ده ايكوال كام؟ 92 ماينس 2 يعني هيطلع بكام؟ ب 90. تعال نمسح ده عشان يبقى واضح بالنسبه لنا. يبقى هيكون عندي اهوت يا شباب نيو اليمنت اللي هو السيريوم. السيريوم بقى اللي كون ده الاتوميك نمبر بتاعه بكام؟ ب 90، والماس نمبر بتاعه ب 234. طب ايه علاقه بقى الاتوميك نمبر للسيريوم بالاتوميك نمبر للاليمنت البيرنت اليمنت اللي انا بادئ بيه؟ ليزان باي كام؟ باي 2. ده اللي احنا كاتبينه، ان الاتوميك نمبر للنيو اليمنت اللي اتكون ليزان ذا بيرنت اليمنت باي كام؟ باي 2. هوايل ذا ماس نمبر اللي هو دوت ليزان ذا ماس نمبر اوف بيرنت اليمنت باي كام؟ باي 4. ليه؟ لان الايكويشن لازم تكون بالانسد، يعني 2 بلس 90 ايكوال 92 و4 بلس 234 ايكوال 238. يبقى تاني يا شباب، يبقى ميشن اوف الفا بارتكل فروم راديو اكتيف اليمنت ان نيو اليمنت از فورمد. طب انا ليه سميت ده نيو اليمنت؟ عشان هو كاتب لي سيريوم فهو غير اليورانيوم؟ لا، في اختلاف تاني. طالما الاتوميك نمبر مختلف يبقى ده نيو اليمنت، لان بصمه الاليمنت كده ده اللي بيميز اليمنت عن التاني. هو ايه؟ هو الاتوميك نمبر، مش الماس نمبر، الاتوميك نمبر. طالما الاتوميك نمبر اتغير يبقى ده نيو اليمنت، ده اليمنت غير ده. لكن لو الماس نمبر اتغير والاتوميك نمبر ذا سيم ده بنسميه ايزوتوب. يبقى ايزوتوب يبقى لهم نفس الاتوميك نمبر، لكن معنى ان اتكون نيو او اتوميك نمبر جديد معناه ان ده نيو اليمنت، اليمنت غير اللي انا بادئ بيه. يبقى نيو اليمنت از فورمد ويز اتوميك نمبر ليس ذان ذا بيرنت اتوم او ذا بيرنت اليمنت باي 2، هوايل الماس نمبر ديكريز فروم ذا بيرنت اليمنت باي كام؟ باي 4. طيب ناخد اكزامبل تاني، بيقول لي ان انا عندي اليمنت اكس الاتوميك نمبر ليه 92 والماس نمبر 238، اميت 2 من الالفا. يا ترى الاليمنت الجديد اللي انا مثلا ممكن اسميه مثلا اي سيمبل مثلا وليكن مثلا بي، يا ترى الزد للبي كام والاي للبي كام؟ يبقى الموضوع موضوع بالانس. ده 2 تايم 2 يعني كام؟ يعني 4. يبقى ده لازم يكون كام؟ 92 ماينس 4. 92 ماينس 4 يعني يطلع بكام؟ يطلع ب 88. تاني 2 تايم 2 يبقى 4، 4 ماينس 92 يبقى ده 88، عشان يبقى 88 بلس 4 ايكوال 92. نفس الكلام بالنسبه للماس نمبر، 2 تايم 4 يعني 8، يبقى 238 ماينس 8 يعني 230. يبقى الاتوميك نمبر 88 والماس نمبر 230. يبقى ده الاجابه عندنا الواي، ده الاليمنت واي، الاتوميك نمبر بتاعه 88 والماس نمبر 230. يبقى مهم جدا عمليه البالانس للنيوكلير رياكشن. البالانس يعني الماس الاتوميك نمبر للرياكتنت ايكوال الاتوميك نمبرز او ذا سميشن اوف اتوميك نمبر للبرودكت، وكذلك الماس نمبر لازم يبقى ده بلس ده ايكوال الماس نمبر للرياكتنت. طيب يبقى احنا كده خدنا الاميشن اوف الفا اللي بيحصل نيو اليمنت از فورمد ويز اتوميك نمبر للزام باي 2 والماس نمبر للزام باي 4. ناخد بقى ذا كويتشن الاول، بيقول لي ان ذا ايكويشن وكاتب لي بي او 84218 امت الفا هيكون عندي اكس. اكس ده يكون بقى الاتوميك نمبر ليه كام والماس نمبر ليه كام، او الاكس ده هو مين من الفور دولت؟ هل هو يورانيوم 92 235 ولا كذا؟ اللي عم يديني الفور اوبشن. طب نقدر نحسبها ازاي؟ ناخد بقى كام 80 كام 84 ماينس كام ماينس 2 يعني ايكوال 82. يبقى الاتوميك نمبر للنيو اليمنت ماست ايكوال 82. هل ده 82؟ لا ده 82. ايوه 82، الاثنين دول 82. يبقى نظبط نشوف الماس نمبر. الماس نمبر 213 ماينس 4 نكتبها 218 اسف ماينس 4 يعني ايكوال 214. يبقى لازم يبقى 214، يبقى الاوبشن سي ده هو الاجابه الصحيحه. طيب بيتا راديشن او البيتا بارتكل اميشن، نكتب نفس الايه الجمله اميشن اوف بيتا او اميشن اوف بيتا بارتكل فروم ذا نيوكلاس اوف راديو اكتيف اليمنت، ايه اللي هيحصل؟ نيو اليمنت از فورمد. نيو اليمنت ليه نيو اليمنت؟ لان الاتوميك نمبر هيبقى مختلف. يبقى هاز اتوميك نمبر جريتر ذان ذا اوريجينال او ذا بيرنت اليمنت باي 1. يبقى نيو اليمنت الاتوميك نمبر ليه هيكون جريتر ذان ذا اتوميك نمبر فور ذا بيرنت اليمنت باي 1، هيزيد ب 1. وايل ذا ماس نمبر دازنت تشينج، الماس نمبر هتفضل زي ما هي. طب نشوف كده اكزامبل ونشوف الكلام ده هيتم ازاي.
طبعا ناخد الاكزامبل عندنا بيقول لي ايه، ادي عندي صوديوم 1114 امت اي نيجاتيف 10، ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه بيتا، يبقى ده بيتا بارتكل بلس نيو اليمنت. نيو اليمنت مثلا وليكن مثلا واي، عاوز اعرف الزد الواي بكام والاي بكام. طيب انا عندي نيجاتيف 1، طب يبقى انا عندي 11 ده في الرياكتنت ايكوال الزد اللي انا معرفوش كام، نيجاتيف 1. إذا الزد ايكوال كام؟ ايكوال 11 بلس 1 يعني ايكوال كام؟ ايكوال 12. يبقى الاتوميك نمبر انكريز دهيت انكريز باي كام يا شباب؟ جريتر ذان ذا اوريجينال اليمنت باي 1. يبقى ده البيرنت اليمنت كان الاتوميك نمبر بتاعه 11، النيو اليمنت الاتوميك نمبر بتاعه بكام؟ ب 12. يبقى الاتوميك نمبر انكريز باي 1. طب الماس نمبر ده 14، طب 14 ايكوال واي بلس 0 ده 0، يبقى ده خلاص هيطلع برضه في كام؟ ب 14. يبقى الماس نمبر ذا سيم، ده 14 وده 14، لكن الاتوميك نمبر انكريزد باي كام؟ انكريزد باي 1، انكريزد باي 1. يبقى تاني اميشن اوف بيتا بارتكل اللي بيحصل، نيو اليمنت از فورمد، نيو اليمنت از فورمد ويز اتوميك نمبر جريتر ذان ذا بيرنت اليمنت باي 1 وايل ذا ماس نمبر ذا سيم، از ذا سيم، يعني نفس الماس نمبر ما اتغيرتش فضلت زي ما هي. طيب ناخد اكزامبل تاني بيقول لي ان 0 1 هيدينا اي نيجاتيف 1 0. طبعا ده ايه ده؟ ده الايه ده؟ ان 0 1 ادانا مين؟ اي نيجاتيف 1 0، ده مين ده؟ ده اللي هو البيتا. تمام. طب الان زيرو ده ان اللي عندنا ما عندوش بروتون، ده النيوترون ما عندوش بروتون، والماس بتاعته ايكوال كام؟ ايكوال 1، ده النيوترون. يبقى النيوترون تحول لبيتا بلس اي، عاوزين نعرف الزد بكام والاي بكام. طب ده بزيرو يبقى ده نيجاتيف 1، يبقى ده اكيد بوزيتيف 1، يبقى ده هيكون بوزيتيف 1 الاتوميك نمبر او ب 1. طيب يبقى ده ب 1 وده 1 1 1 1 1، ده اللي هو مين؟ اللي هو اتش 1 1 اللي هو الهيدروجين العادي بتاعنا. يبقى بنقول تاني الاميشن اوف بيتا بارتكل فروم راديو اكتيف اليمنت، ان نيو اليمنت از فورمد ويز اتوميك نمبر جريتر ذان ذا اتوميك نمبر اوف ذا بيرنت اليمنت باي 1 وايل ذا ماس نمبر دازنت تشينج، الماس نمبر تفضل زي ما هي ما تتغيرش. طيب ناخد بقى الايه الثيرد تايب، او ناخد اكزامبل الاول بيقول لي ان ذا ايكويشن ماجنيزيوم 1224 هيدينا اكس بلس بيتا. طب عاوزين نعرف اكس ده مين من الفور بقى دول؟ نفس الكلام هنعمل بالانس، هنقول ان ال 12 ايكوال الزد اللي انا ما اعرفهاش بكام، زد ماينس 1، يبقى الزد ده ايكوال كام؟ 12 بلس 1 يعني ايكوال 13، يبقى ده 13 ما فيش غيره، هو 13 اهو، يبقى ده اللي هيكون صح. طب نتاكد من خلال الماس نمبر، الماس نمبر اللي هي 24 ده بالنسبه للرياكتنت ايكوال الاي اللي انا معرفهاش بالنسبه للاكس بلس 0، طبعا بلس 0 يبقى الاي ايكوال 24، يبقى الاوبشن عندي ايه هو الصحيح اللي هو اي ال 13 20 كام 24. ناخد بقى الثيرد تايب اللي هي جاما راديشن او الجاما ريز، بيقول ايميشن اوف الفا ريز فروم نيوكلاس اوف راديو اكتيف اليمنت دازنت افكتد اون ذا نمبر اوف بروتون نور نمبر اوف نيوترون، ما بيأثرش على عدد البروتون وعلى عدد النيوترون، وطالما عدد البروتون واحد معناه ان نيو اليمنت از فورمد، الكلام ده غلط، ما تكونش اليمنت جديد ولا حاجه. ليه؟ لان طالما له نفس الاتوميك نمبر ما اتغيرش يبقى ده نفس الاليمنت. ده كمان ايه؟ لا كمان الماس نمبر ما اتغيرش كمان، يعني هو اليمنت هو نفسه نفس الاتوميك نمبر ونفس الماس نمبر. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الجاما ريز دي عباره عن ايه؟ الكترو ماجنتيك ويفز، هاز نو ماس وهاز نو تشارج، هي تعتبر زيها زي اللايت، الكترو ماجنتيك ويفز ملهاش ماس ولا لها ايه ولا لها تشارج، هي مجرد عن عباره عن ويفز فقط لا غير. كالكوليت ذا اتوميك نمبر اند ذا ماس نمبر اوف ذا اليمنت اكس. ناخد بقى بروبلم او كويتشن بيقول لي ان انا عندي اليمنت اكس الماس نمبر بتاعته ايه والاتوميك نمبر زد، بيحصل له راديشن بيطلع لنا بي بي اللي هو الليد بلس 8 من الالفا و6 من البيتا، يا ترى الاكس ده الاتوميك نمبر بتاعه كام والماس نمبر بتاعته كام؟ طبعا ناخد الايه، نبدا بالايه ولا بالزد؟ دي زي دي مش هتفرق، نبدا مثلا بالزد، نبدا بالزد، الزد يبقى انا اقول ان الزد دي اللي موجوده في الرياكتنت ايكوال كل اللي موجود في البرودكت،
الزد ايكوال كام؟ ايكوال 82 بلس 2 تايم 8 يعني 16 بلس نيجاتيف 1 تايم 6 يعني نيجاتيف 6. ادي 16 نيجاتيف 6 يطلع ب 10، 10 بلس 82 يطلع بكام؟ ب 92. يبقى الزد ده بكام؟ ب 92. طيب بالنسبه للاي اجيب الاي ازاي؟ نفس الكلام، هنقول ان الاي اللي هو الماس نمبر للرياكتانت، مفيش عندي في الرياكتانت غير الاكس، ايكوال ايه بقى؟ الماس نمبر للبرودكت كله بلس بعضه يبقى 206 بلس 4 تايم 8 اللي هي 32 بلس 6 تايم 0 يعني 0، خلاص 0. يبقى ده ايكوال كام؟ ادي 8 ادي 3 ادي 2 يطلع بكام يا شباب؟ 238. يبقى الاتوميك نمبر ب اسف الماس نمبر ب 238. يبقى الاجابه عندنا يا شباب نشوف كده مكتوب ايه عندنا. يبقى برضو قال لي ان الايه بدا بالايه مفيش مشكله، طلعت ب 238 وبعد كده حسب الزد، والزد طلعت بكام؟ ب 92. طيب ناخد بروبلم تانية او كوشن تاني، بيقول لي وات از ذا نمبر اوف الفا، عدد الالفا وعدد الايه البيتا. ده عدد الالفا او النمبر اوف الفا والنمبر اوف ايه اوف بيتا. طيب دلوقتي برضو ممكن نغير السيمبل ده عشان ما يبقاش في تضارب ما بين الاكس دي والاكس دي، خلي دي مثلا الاي مثلا، او نغير دي خلي دي مثلا الاي كابيتال كده. يبقى انا عاوز اعرف الاكس ده اللي هو النمبر اوف الفا بكام والنمبر اوف بيتا بكام. طيب نعمل ايه؟ يلا برضو بنفس الفكره، هنبدا بمين؟ نبدا بالزد ولا الاي؟ هل هنا بقى مش هتفرق؟ لا هنا تفرق. ليه؟ لان لو بدات بالزد هاجي اقول مثلا 88 زد اللي هو ده اللي هو الاتوميك نمبر وده الماس نمبر. لو بدات هنا بالزد هقول ان 88 ايكوال 82 بلس 2 تايم اكس اللي هي 2 اكس نيجاتيف 1 تايم واي نيجاتيف واي، وهنا مش هقدر اعرف الاكس ولا الواي لان الايكويشن دي في عندي 2 او 2 انون اكس وواي مش هقدر احسبها. يبقى انا لازم ابدا بمين؟ ابدا بالاي. اشمعنى بقى الاي؟ لان في عندي هنا زيرو، الزيرو دوت هيلغي الواي، هيلغي الواي لان زيرو تايم واي ايا كان رقمها او ايا كان العدد الواي دوت هيطلع بزيرو. اذا انا اقدر اقول ان 226 ايكوال 206 بلس 4 تايم اكس هيبقى بكام؟ ب 4 اكس بلس واي تايم 0 يعني بزيرو، خلاص ده بزيرو. اذا اقدر اطلع الاكس، الاكس اطلعها ازاي؟ يبقى ال 4 اكس ايكوال 226 ماينس 206 يطلع ب 20، يبقى الاكس بس تطلع بكام؟ ب 20 اوفر 4 يعني ايكوال كام؟ ايكوال 5. يبقى انا كده عرفت الاكس ده بكام؟ ب 5. هنا بقى ممكن نحسب الواي من الايكويشن اللي احنا كنا مأجلينها دي. ليه؟ لان الاكس دي بقت بالنسبه لي معروفه. الاكس احنا مطلعينها بكام؟ ب 5. اذا 2 تايم 5 يبقى دي ممكن اكتبها 2 بدل ما اقول 2 اكس يبقى 2 تايم 5 يعني ده بكام؟ ب 10. يبقى انا دلوقتي اقدر اقول ان 88 ايكوال 82 بلس 10 ماينس الواي. يبقى الواي دي ايكوال كام؟ يبقى الواي ايكوال 88 ادي 10 بلس 82 يطلع بكام؟ يطلع ب 92. يبقى 92 ماينس 88 يعني ايكوال 4. يبقى الواي دي طلعت بكام؟ ب4. يبقى النمبر اوف الفا ايكوال 5 والنمبر اوف بيتا ايكوال كام؟ ايكوال 4. يبقى انا ده يا شباب في البروبلم دي مش يعني لازم ابدا بالماس نمبر، لان الماس نمبر انا عندي البيتا اللي تشارج بتاع او الماس بتاعتها بزيرو، وبالتالي الواي دي مش هتاثر معايا واقدر احسب الاكس. حسبت الاكس يبقى انا ممكن اروح بقى للايه؟ للاتوميك نمبر او الزد واحسب الايه؟ احسب الزد. يبقى هنا الترتيب يفرق عكس البروبلم اللي فاتت. هنا لازم ابدا بمين؟ ابدا بالزد عشان اطلع الايه؟ الاكس، وطلعنا الاكس بكام؟ ب 5. ثم اشتغل بقى على الواي اطلع الواي بكام؟ ب 4. ماشي كده يا شباب؟ يبقى برضو بروبلم كويسه، برضو ايه مختلفه شويه عن اللي فات. يبقى انا ده نمسح ده عشان يكون واضح بالنسبه لنا الاجابه مظبوطه اهيت. يبقى احنا الاول حسبنا مين؟ حسبنا النمبر اوف اوف الفا اللي هي الاكس، وطلعت الاكس بكام؟ ب 5. خدنا ال 5 بقى دي 5، قدرنا نحسب النمبر اوف واي طلعت بكام؟ ب 4. يبقى الواي هتطلع بكام يا شباب؟ ب 4. الواي ايكوال كام؟ ايكوال 4. طيب تعالوا ناخد كويشن تاني، بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر وات از ذا سيمبل اكس واي اند زد. مين هو الاكس ومين هو الواي ومين هو الايه؟ الزد. طيب اكس كاتب لي الفا ولا بيتا ولا غاما ولا كذا، ده قايم على ايه؟ قايم على النقطه اللي قلنا عليها بتاعه الديفيشن بتاعه الالفا والبيتا والجاما في
الالكتريك اند ماجنتيك فيلد. دوت هو كاتب لي ان ده ماجنتيك فيلد، ده ماجنتيك فيلد، شايفين ان الواي دوت باظ كده وزاوية تشينج او وزاوية ديفيشن زي ما هو ما تأثرش، يبقى الواي ده شور ده مين؟ ده الجاما، لان ان الجاما doesn't affected by magnetic and electric field because it hasn't a charge، ملهاش تشارج لا هي بوزيتيف ولا هي نيجاتيف، يبقى لازم يكون الواي دوت هو الجاما. الواي هي الجاما، هي ما فيش الواي هي الجاما غير الدي، يبقى ده هيكون ده صح. طب تعالوا نتاكد، يبقى الواي ده الجاما. طب يا ترى مين فيهم الاكس ومين فيهم الزد؟ احنا قلنا ان الديفيشن للبيتا بيكون يعني جريد ديفيشن او يعني جري او بيج ديفيشن او هاي ديفيشن، ديفيشن بتاعها كبير، شوفوا شوفوا ايه اللي حصل لها، لكن البيتا حصل لها ديفيشن بس في الاتجاه العكسي، ويكون الديفيشن بتاعها اقل من الايه؟ اقل من البيتا. يبقى الزد ده بيتا، الزد بيتا، والاكس هيكون مين؟ الالفا. يبقى كلامي مظبوط، يبقى الاكس هو الالفا والجاما ما حصلهاش افكتد او دازنت افكتد بالماجنتيك فيلد، والبيتا افكتد بس بدرجه اقل من بدرجه اعلى من مين؟ من الالفا. يبقى الاجابه عندي هتكون نمبر كام؟ نمبر سي. ندخل بعد كده في يعني النقطة الأخيرة أو the last point in our lesson today is half lifetime أو T half. نقولها بسرعة عشان الوقت بتاعنا. إيه هو ال half lifetime؟ بيقول لي هو عبارة عن the time required for a quantity of substance to reduce to half of its value initial value. يعني the time الوقت المطلوب عشان الماس أو النمبر of radioactive substance reduced تقل to its half value. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي radioactive مثلا substance الماس بتاعتها مثلا 10 جرام، يبقى التايم المطلوب عشان الماس دي تنزل لنص القيمه بتاعتها اللي هي 5 جرام، يبقى الماس بتاع radioactive element decrease with the time. طيب decrease with the time الوقت المطلوب عشان ال 10 ينقصوا يبقوا 5، ده بنسميها T half. أو لو عندي نمبر، لو عندي مثلا 4 تايم 10 مثلا باور 14 نيوكلس أو أتوم، التايم المطلوب عشان الرقم ده ينزل تو اتس هاف فاليو، يبقى نص ده يعني ديفايدد باي 2، يعني 2 تايم 10 باور 14، ده بنسميه إيه؟ بنسميه تي هاف. يبقى الهاف لايف أو تي هاف هي عبارة عن ذا تايم ريكوايرد تو ديكريز أو تو ريديوز ذا أماونت أوف راديو أكتيف سبستانس تو اتس فاليو، عشان تقل للنص القيمه بتاعتها. يبقى لو عندي ماس تنزل للنص، لو عندي نمبر ينزل برضه للنص او يقل للنص. طب يا ترى الهاف لايف تايم ده اليونت بتاعته ايه؟ ده تايم، يبقى اليونت بتاعته زي يونت اوف تايم، ممكن يكون بالسكند في سبستانس ان اكتيف او بنسميها ايه؟ انستيبل، يبقى الهاف لايف تايم بتاعها يبقى قليل بالسكند، وفي هاف لايف تايم بالمينت، وفي بالهاور ساعه، وفي بالمانس بالشهر، وفي باليير بالسنه. يبقى هي اي يونت تايم يبقى تي هاف اليونت بتاعتها اي يونت للتايم. طيب ناخد ايه اكزامبل، بيقول لي مثلا بيديني بعض الاليمنت اهوت ونشوف الهاف لايف تايم بيختلف من 12 دايز لبرضه 3.6 يعني لير 1600 يير. يعني اذا الهاف لايف تايم دوت بيختلف من سبستانس للتاني. طب كل ما كان الهاف لايف تايم قليل معناه ان الاتوم دي انستيبل. يبقى بيقول لي تاني ذا اتوم وذ شورت هاف لايف تايم ار مور انستيبل ذان ذوس وذ ايه لونج هاف تايم. طيب ناخد بقى اكزامبل ونشوف او هنحل البروبلم ازاي. هنحل البروبلم من خلال الرول بتقول لي ان تي هاف ايكوال التوتال تايم ديكي اوفر النمبر اوف بيريود، وهنفهم دلوقتي يعني ايه النمبر اوف بيريود ويعني ايه التوتال تايم. يبقى ده الرول الاساسيه اللي موجوده عندنا في كتاب المدرسه بتاعنا اللي احنا هنستخدمها، ان تي هاف ايكوال ايه؟ ايكوال التوتال تايم، التوتال تايم، او ممكن نكتبها ان تي هاف ايكوال التوتال تايم اللي هو تي اوفر النمبر اوف بيريود اللي هو دي. طيب في بقى رول تانية انا كتبتها او ممكن نضيفها، هي مش موجوده عندنا في الكتاب بس ممكن تساعدنا وممكن نستخدمها، ان الاماونت ريمين اوف راديو اكتيف اليمنت ايكوال 1 اوفر 2 باور ان ذا انيشال اماونت. يعني تاني الاماونت ريمين اللي باقي ايكوال 1 اوفر 2 باور ان تايم الانيشال اماونت. طب الان ده اللي هو ايه؟ ده النمبر اوف بيريود برضه اللي هي الدي.
طيب هنحل كده عشان نقدر نفهم ده او ده. ممكن كل البروبلم نحلها بالشكل ده كفايه، مش لازم ان احنا ايه نعرف الشكل الايه زياده دوت، ده معلومه اضافيه ممكن نستخدمها وممكن ما نستخدمهاش. طيب هنا بيقول لي اكزامبل اف 20 جرام اوف راديو اكتيف ايزوتوب ار بريزنت ات 1 بي ام، يعني الساعه 1 1 بي ام كانت الماس بتاع الراديو اكتيف ايزوتوب كام؟ 12. اند 5 جرام ريمين ات 2 بي ام، يعني بعد 1 اور هو كان 1 بقى 2، يعني بعد ساعه الماس ال 20 نزلت بقت كام؟ بقت 5. وات از ذا هاف لايف اوف ذا ايزوتوب، يعني التي هاف بكام؟ اي بروبلم يا شباب انا ببدا بالانيشيال، ببدا هنا بالانيشيال الكميه البدائيه اللي هبدا بيها للريمين، ريمين يبقى انا ببدا بمين؟ بالانيشيال لغايه ما اوصل للريمين. فين الانيشيال؟ ده الانيشيال. طب فين الريمين اللي هو الفايف؟ طب يعني ايه ابدا وانتهي بالفايف؟ ابدا زي ما هنشوف دلوقتي. نبدا انا عندي 20 جرام افتر هاف لايف تايم ده ديكريز تو اتس هاف، يبقى 20 اوفر 2 يعني ايكوال كام؟ 10، يعني بعد هاف لايف تايم ال 20 جرام دي ريديوز تو 10 جرام. طيب بعد هاف لايف تايم ال 10 ريديوز تو 5 جرام بس، يبقى انا ببدا بالانيشيال لازم ابدا هنا بال 20 لغايه ما اوصل للريمين الجزء اللي باقي اللي هو ال 5. يبقى انا بادئ ب 20 افضل بعد هاف لايف تايم ديفايدد باي 2 10، بعد هاف لايف تايم ديفايدد باي 2 5 بس كده، طالما وصلنا للريمين اللي انا محتاجه. طيب يبقى النمبر اوف بيريود ايكوال 2، يبقى ده دي 1 وادي 2، يبقى انا عندي فيه 2 ستيبس، يبقى انا ده النمبر اوف بيريود ايكوال 2. طب انا عندي رول بتقول لي ان تي هاف ايكوال ايه؟ ايكوال التوتال تايم. توتال تايم هي كانت الساعه واحده بقت اتنين، يعني 1 اور ساعه واحده اوفر النمبر اوف بيريود. هما كام بيريود؟ هما 2 بيريود مرتين، يبقى 1 اوفر كام؟ 2. اليونت اللي عندي ده بالايه؟ بالاور بالساعه، يبقى ده ساعه. يبقى انا نقول تي هاف ايكوال التوتال ديكي تايم اوفر النمبر اوف بيريود. توتال ديكي اللي هو كام؟ 1 اللي هي ساعه واحده 1 اور اوفر النمبر اوف بيريود اللي هي كام؟ ادي 1 وادي 2، يعني خطوتين 2 اوفر 2، يبقى انا كده التهاب ايكوال كام؟ هاف اور، نص ساعه. تمام؟ ما فيش انا داعي ان احنا نستخدم الانذر انسر، ان احنا نستخدم الرول اللي انا قلت لكم اضافيه، ان انا اقول ان الاماونت ريمين ايكوال 1 اوفر 2 اوفر ان ذا انيشيال. طب الاماونت ريمين اللي هي كام؟ اللي هي 5، الانيشيال اللي هي كام 20، اقدر اطلع الايه؟ ان 2 باور ان ايكوال الانيشيال اوفر الريمين يعني ايكوال كام؟ 4، ده 2 باور ان، ومنها اقدر اطلع الايه؟ الان ايكوال كام؟ 2، يبقى الهاف تايم ايكوال هاف. طبعا دي اصعب، يبقى مفيش داعي للانذر انسر، يكفي ان احنا ناخد بتاع الكتاب المدرسه بالنسبه لنا، ان انا ببدا بالانيشيال وافضل ان انا اعمل ريديوس للاماونت اوف سبستانس لغايه ما اوصل للريمين اللي هي 5، اشوف النمبر اوف بيريود عدى عليا كام هاف لايف تايم، واللي فين الانيشي او التوتال تايم، اخد التوتال تايم اوفر النمبر اوف بيريود يديني الهاف لايف تايم. طيب كويتشن نمبر 2 بيقول لي ذا هاف لايف اوف كروميوم 51، 51 ده خلي بالك ده اللي هو الماس نمبر مش محتاجه في حاجه. طيب از 28، يبقى الهاف لايف تايم اللي هو تي هاف ايكوال 28. اف ذا سامبل كونتين 510 جرامز، يبقى ده الانيشيال. How much chromium would remain after كام؟ 56 days. يبقى انا اول ما الاقي في عندي 2 تايم في البروبلم يا شباب، عندي 2 يونت تايم هم موجودين 28 و56. ايه هو 28 وهي ايه هو ال 56؟ 28 ده هو قال لي ده الهاف لايف تايم تي هاف، امال 56 ده التوتال تايم اللي هو التي. طب انا عندي الهاف لايف تايم والتوتال تايم اقدر اطلع النمبر اوف بيريود. يبقى الهاف لايف تايم اهو ايكوال التوتال تايم اوفر النمبر اوف بيريود، ده موجود عندي اللي هو بكام؟ توتال تايم ب 56، الهاف لايف تايم موجود عندي بكام؟ ب 28، اذا اقدر اطلع النمبر اوف بيريود ايكوال 56 اوفر 28. يبقى النمبر اوف بيريود ايكوال التوتال تايم اوفر الهاف لايف تايم ايكوال 56 اوفر 28 ايكوال 2 بيريود. يبقى انا هيعدي عليا 2 هاف لايف تايم. طب الانيشال، الانيشال كانت كام؟ 510، وافتر 1 هاف لايف تايم هينزل 2 اتس هاف فاليو، يبقى ده ديفايدد باي كام؟ 2، يطلع 255. كمان مره هاف لايف تايم يبقى ده ديفايدد باي 2 ايكوال 127.5، يبقى دي الاجابه.
يبقى انا هفضل اعمل divided by 2 divided by 2 divided by 2 لغايه ما اوصل لمين يا شباب؟ للايه؟ اعمل كام بيريود؟ او هعمل 2 بيريود، لان انا حسبت النمبر اوف بيريود بكام؟ ب 2. يبقى لازم ابدا بالانيشال لغايه ما اوصل للريمين. طب هعملها كام بقى بيريود؟ هعملها كام مره؟ على حسب البيريود اللي طالع عندي اللي هي 2، يبقى انا هعملها على 2 ستيبس بس. احنا قلنا مفيش داعي للشكل التاني للرول ده، هيبقى بالنسبه لنا صعب. وبكده بقى احنا خلصنا الليسون بتاعنا، درس مهم جدا جدا، وان شاء الله بقى لنا بس الاسبوع القادم ناخد ذا لاست ليسون ان اور تيرم، في اخر الليسون عندنا في الترم بتاعنا، وبعد كده ان شاء الله نعمل ريفيجن على اللي خدناه طوال الترم. اشكركم ونكمل مع بعض الاسابيع الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.